فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب نقول إلى الطحاوية وقول المصنف تعالى عن الحدود، تعالى الله عن الحدود والغايات. هذا كلام غير موجود في كلام السلف. ربع يعني تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وطبعا هذا الكلام صراحة كلام مرفوض أصالة، لأنه هذا الكلام قد يستخدمه علماء السنة، يستخدم مثل هذه الألفاظ أو هذه يعني الأساليب من أجل المراجعة، من أجل المناظرة، من أجل يعني الكلام مع المبتدعة وجر المبتدعة إلى طريق الحق. لكن أن يستخدم على أنه من كلام السنة أو تأصيل السنة في صفات الله جل في علاه أو في الإخبار حتى عن الله جل في علاه، هذه المسائل الأولى أن يبعد عنها المكلف. نعم، لا سيما وأنه يتكلم في جلاب الله جل في علاه. تعالى الله عن الحدود، يعني تعالى الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. كما قلت هذه الألفاظ ليست من ألفاظ أهل السنة والجماعة، هذه ألفاظ يعني مبتدعة. فالحق في الألفاظ التي لم تكن ولم ترد فإننا نقول لا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، لا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، ننظر فيها ما يراد منها، وهل إن كان المراد منها حق فهي حق، وأن أريد منها باطل فهي باطل. فهي لم ترد في كتاب ولا في سنة ولا في لسان السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بالعقيدة، أعلم الناس بالله وأعلم الناس برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو قال تعالى عن الحدود يعني بينفيها عنه، والغايات والأركان والأعضاء والأدوات كل هذا نفي، وهذه صفات النفي أصالة كما قال علماؤنا لها آداب، لأن النفي ليس كمالا، فلابد إذا كان النفي لابد من إثبات كمال الضد. وإن كان النفي أيضا فمن أدب السلف في النفي عن الله جل في علاه هو النفي المجمل لا المفصل، التفصيل هذا سوء أدب، إلا إذا كان في باب المناظرة أو تفصيل من أجل رد أهل البدع والضلالات. نعم، فهذا نفي، ونهج أهل السلف فيه أنه يكون على الإجمال لا على التفصيل. نعم، وما ورد عن على لسان أحمد أو لسان بعض السلف مما كان يتكلم به المعتزلة وغير المعتزلة كان هذا استخدام ألفاظهم للرد عليه، كان هذا من باب استخدام ألفاظهم للرد عليهم، يعني تكون في أبواب المناظرة وأبواب المراجعة فيستخدموا ألفاظهم من أجل الرد عليهم. إذا ورد في قول تعالى الحدود ورد بلفظ الحد، إذا ورد عن السلف الصالح لابد أن تعلم أنه ننظر حتى ولو في غير ننظر ونقول يعني قل لنا ما تريد بمعنى الحد، فإن كان يريد أن الحد الفاصل بينه وبين خلقه فليس كمثل شيء، والله تعالى بائن من خلقه على عرشه سبحانه جل في علاه. فمن أثبت على هذا المعنى، ومن نفى على أنه لا حد لصفاته ولا غاية لها في الكمال، فالخلق عاجزون على أن يحيطوا بصفات الله جل في علاه كما قال ولا يحيطون به علما سبحانه جل في علاه. لأن الله لما ذكر صفاته وأثبتها قال الله لما ذكر هذه الصفات وأثبتها قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبق أن سلفنا عند إطلاق السلف للحد ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار. نعم، وباب الإخبار أوسع، احنا قلنا بيطلق على الله جل وعلا الأسماء والصفات وإيش والأخبار، وباب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع بكثير من باب الصفات، وباب الصفات أوسع بكثير من باب الأسماء. وقد يستخدم الإخبار عن الله جل وعلا يكون عند الإثبات أو عند النفي. وقد ورد روى الخلال بسنده قيل لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد هكذا هو عندنا، يعني هو بائن من خلقه على عرشه، وهذا المعنى قال نعرف في السماء السابعة على عرشه بحد. وعن حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه
هو على العرش بحد؟ قال نعم بحد. هنا في استعمال عند إيش؟ عند الإثبات. وعند الإثبات قلنا كالمباينة أنه حد، يعني يثبت حد. هنا معنى حد فاصل بينه وبين إيش؟ وبين خلقه، يعني هو بائن من خلقه، هذا المعنى. وذكر عن ابن المبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا من أئمة السنة والحديث أو أكثرهم يقولون أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد، يعني كما قلنا هذه تأكيد أنه بائن من خلقه، حتى لا يقال بمسألة. طبعا اتحاد الحلول هؤلاء كفر قالوا بذلك، الذين يقولون في كل مكان، فنقول بل هو على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه سبحانه جل في علاه، وأحاط بهم سمعا وبصرا وقدرة سبحانه جل في علاه. أما الاستعمال الثاني واستعمال الحد في حالة النفي، قال حنبل قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله وهو معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سلام. قال علمه محيط بكل شيء وربنا على العرش بلا حد ولا صفر. فهنا الإمام أحمد لما قال في النافي والله عز وجل على العرش ليس له حد والله أعلم بحد، يعني كمال صفاته لا يحيط بها أحد. يبقى هنا عند الإثبات كان له معنى المباينة، وعند النفي كان معناها إيش؟ عدم الإحاطة بكيفية الصفر. وهذه مسألة مهمة جدا. فهو قيل له الآن في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم، طبعا هذه كما لابد أن تعلم من هذه الآيات العظيمة بأن الاتفاق كما نقل من كثير وغيره في الآية، الاتفاق أنه على العرش بائن من الخلق وعلمه محيط بكل شيء. كما قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى ولا يحطون به علما، قال الله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهم لا يحطون بشيء من علم الله ولا بصفة من صفات الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيكون هنا لما يقول الإمام أحمد في الإجابة والله عز وجل على عرشه ليس له حد والله أعلم بحده، يعني الاستواء ليس له حد، متناهي الكمال. هنا يقول كأنها صفة كمال لا ندري لا نحيط بها علما، ما أحطنا بصفة من صفات الله جل فعلا، هذا المعنى الصحيح في هذا الباب. فالاستعمال في حال الإثبات كما قلنا في علو في إثبات علو الله جل فعلا وإثبات مبينة الله جل فعلا لخلقه وتميزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم، وأيضا رد على الذين يقولون باتحاد الحلول. فقد زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان، والصوفية الآن يقولون مثل هذا القول، يقولون الله في كل مكان، أعوذ بالله من غضب الله، وأنه غير مباين لخلقه ولا متميز عنهم. فلذلك قال بعض أئمة السلف إن الله سبحانه وتعالى عال على الخلق مستوى على العرش بائن من خلقه، وذكروا الحد يعني إيه؟ المباينة، يعني هو بائن عن خلقه لا اختلاط، ردا على المعتزلة. لأن الجهمية زعموا أنه ليس له حد، وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم. والسلف يقولون إنه حد نعم لا يعلمه إلا الله، والأصل فيه المباينة، يعني ما جاء به إلا المباينة المفصلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الأثار الواردة عن السلف في إثبات الحد، فهذا وأمثاله مما نقل عن الأئمة، نحن تكلمنا هذا كثيرا في مسألة في التدمرية والحموية فضل الله جل وعلا، نعم مما نقل عن الأئمة بيّنوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيعة وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول، فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق به بأنه لا إحاطة، الخلق لا يعلمون ما مدى كمال الصفات عند الله جل وعلا ولا يحطون بها علما. وأما الاستعمال الثاني واستعمال في النفي، أن هذه المسألة نفي الإحاطة بالله علما وإدراكا، كمال الله لا يمكن لأحد أن يحيط به. وأما المباينة الأولى كما قال الحد الأول هو المباينة، فلا منازعة إذن بين أهل السنة والجماعة بأن الله غير مدرك يعني الإحاطة، والخلق عاجزون عن إحاطة به سبحانه وجل في علاه، لا تدركه الأبصار إحاطة وهو يدرك الأبصار سبحانه وجل في علاه. فمن نفى الحد على هذا المعنى فهو مصيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المحفوظ عن السلف والأئمة إثبات حد لله جل في علاه في نفسه،
وقد بيّنوا مع ذلك أن العبادة لا يحدونه ولا يدركونه، ولهذا لم يتنافى كلامهم في ذلك كما يظن بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله جل جل أن يحد أحد الله جل في علاه. ولهذا قال أحمد: لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية، كما قلنا في هذا الباب. وقد رواه الخلال في كتاب السنة، قال حنبل بن إسحاق قال: قال عمي: نحن نؤمن بالله عز وجل على عرشه كيف شاء وكما شاء بلا حد، يعني لا نعرف ما مدى كمال الصفة ومنتهى، لا منتهى للصفة ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد بحال من الأحوال، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قول المصنف: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أعوذ بالله. وكل ذلك ما يصح أن يقال على يعني على الله، على الله جل وعلا. هذه العبارة هذه أراد بها الطحاوي أن يرد على أهل البدع الذين يقولون بأن الله في كل مكان، أي في كل الجهات. وهذا طبعا كلام المعتزلة والصوفية والحلولية يقولون بذلك منهم. والمراد جهات الست التي للمخلوق، فهي نسبة نسبية ومقيدة ومقيدة بمكان المخلوق، فليس هناك يمين أو شمال أو أمام أو خلف للمخلوق مطلقا، فلا بد أن يكون عن يمين أو شمال بالنسبة للأخ، يعني يمين وشمال، يمين زيد عن شمال زيد، يعني لابد أن يكون منسوب للأخ. فلهذا جهات هي جهات نسبية وليست جهات مطلقة. أما جهة العلو إذا نسبت للمخلوق فليست علو مطلق ولكنه علو نسبي، فثم أشياء أعلى منه. والجهات الست النسبية لا تطلق على الله جل وعلا، وهذا هو مراد المصنف، أراد أن يرد على المعتزلة، وأن الله على خلقه بائن من خلق، على عرش، استغفر الله، على عرش بائن من خلقه سبحانه وجل فعلا. فالله فوق العرش وله العلو المطلق، ما في اتجاهات بالنسبة لله جل فعلا، وله العلو المطلق. وبذلك نثبت لله جل فعلا جهة واحدة مطلقة، ألا وهي جهة العلو، هي جهة العلو. وبهذا نكون قد رددنا على الألفاظ المبتدعة وبينا المغزى منها بما جاء في لسان السلف. وبهذا الحمد لله يعني تقف عندنا المسألة على فهم حتى لا يدخل علينا أهل البدع والضلالات مثلها. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.